شائعة أخرى نفتها وزارة التموين عن توقف الموقع المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني والمسمى بدعم مصر عن العمل. وزارة التموين أكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف موقع دعم مصر عن تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني والمنطبق عليهم أو المنطبق عليهم معايير الحذف، وأن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة في تلقي التظلمات والتي بدأت منذ الأول من مارس وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته. وأوضحت وزارة التموين أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بأي صلة تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية.